خەڵێکی ترکە گرنگە ئاگامان لێ بێ بەڕێزان ئەوەیە خوازبێنی کارەکان گرنگە نوێژی ئیستیخانەیان لەبیر نەچێ دەستی رابردووش گوتم ئینسان داوای تۆفیق لە خوای پەروەردگار بکە داوا بکە خوای پەروەردگار هاوکاری بێ و خوای پەروەردگار دەستگباری بێ لەم کارەیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم أفرمي إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل أفرمي هر كسي ويستي كاري بكا بعد ركعت نيوج بكا غير نيوج فرض كان باشان بلي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك حتى كوتاي دعاء صلاة استخارة چونك راويش كردن برزان إما جاري واحي بو بچوك ترين شت راويش بمروفة كانك استخارة راويش كردن بخوا واتا إما دعائي بخواي قولا ألين شيء لدعاك يا ألين فإنك تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر باشا دعائي ألين اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفني عنه واجعل لي الخير حيث كان ثم رضني به واتا إما همو علمو إرادو توانستی که خوان آدینا و دست او این ایپر ورد گار، ام خواز بینی اما کردو مانا، ام کاری اما آمانه بیکن، تو خود علام الغیوبی، تو لهمو کس باشتر زانی، اما استای آبینی، تو خالی کوتای آبینی، اگر تو ازانی ایپر ورد گار، ام کارا، بو استای من، بو داهاتی من، بو دنیام، بو قیامتم باشه، آسانی بکه، پیکی بین بام، اگر اجزانی خراب لیمی لابده، و آیش لمن لابده. وخير لتشيئة أوان بقسمت بك ورازيشم بك بو قدري خود أما نجي استخارة برزان حتى في غمري صلى الله عليه وسلم كاتي خاتو زينب عدي طواوة بي لزيد في غمري صلى الله عليه وسلم زيدن إليه بوي داوابك قال لك شون حبيلي أشيلا قلتم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قلتم في غمري باسي كردوي ايوه دا خوازي بك أفرمي بي قلت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي قلت من هج برغاري كمنية تا أمر لخوا ورنقرم واتا تانيجي استخارنكم خاتو زينب استخاري كد أوجا والامي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دايوا كواتا أما دي سانا وخالك خواز بيني كاركان خشكانو برايان ما آقايان ليبيا بو حرشتيا كقرن بو لجياني خواتا ويست برياري ليبي نيجي استخارة دور ركعتا نيتي صلاة الاستخارة بينا باشان ام دعای بکو بدل بپاری رو با وی خواهی پروردگار ریگی راست کامیه بدخاطه سن او ریگی راست و ریگی راست پیشان با